قام سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم بموفور الصحة والعافية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء جرى التأكيد على ما يربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية من علاقات أخوية وثيقة وتنسيق وتشاور فيما يتعلق بمصالحهما المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما جرى استعراض جدول أعمال القمة والقضايا المدرجة مع التأكيد على أهمية خروجها بالقرارات والنتائج التي تعزز العمل العربي المشترك والتضامن تجاه ما يواجه الأمة العربية من تحديات وأخطار تهدد حاضرها ومستقبلها وأمنها واستقرارها. حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية.